شكرا حبيبتي مليكة. يلا عادي. شكرا لك. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير أخي. مساء الخير. تسلم إيديكم على السفرة. أهلين حبيبتي. قول. صحتين وهنا. يا سلام، الحمد لله. وريان هون كمان. ريحة الأكل بتشهي. بصراحة في شيء أنا حابة أحكي لكم إياه. صحيح وينو جدي؟ جدك راح على قارس. قارس؟ خير؟ أنت بتعرفه أكتر مني. اتصل رفيقه من أيام العسكرية، قال له اشتقت لك كتير، فراح لعنده فورا. أنت احكي لنا يا بنتي. كنت بتمنى لو ميران هون كمان لتسمعوا هذا الخبر من تمه، بس ما قدر يجي. ميران تخلى عن انتقامه نهائيا. يعني كيف تخلى عنه؟ مزبوط هالحكي يا أخي؟ لأنه أخيرا أكاذيب عزيزة انكشفته، هو قدر أنه يشوف الحقيقة بعيونه، وصار بيعرف أبي منيح، وفهم أنه أبي مستحيل يساويها. يعني بابا ما بيأذي أي إنسان عم قصد. يعني انتهى؟ انتهى. انتهى. عن جد انتهى هالانتقام للأبد؟ خلينا نقول أنه كنا عايشين بكابوس، كلياتنا عانينا من كتير أوجاع ودفعنا الثمن، بس الحمد لله أخيرا خلص هالكابوس. الحمد لله. ريان، وأنا في علي ذنب بالشي اللي صار. ما كان بدي يصير هيك شي، ولا كان بدي خبي، بس ارتكبت غلط بسكوتي. لا يا ابني، ما عليك أي ذنب، أنا يلي قلت لك. معناتها مرت عمي لازم تعتذر مني، لأنه في مرة هي خلتني أبكي. شو؟ إمتى أنا خليتك تبكي؟ وكمان أخي آزاد خلاني أبكي مرة. تعالوا اسمعوا أميرة الأميرات شو عم تحكي. حبيبتي أنت بس خبريني مين اللي زعلك لتشوفي شو رح أعمل لك فيه. طيب أنا إمتى زعلتك؟ مو على أساس تجيب لي حلويات وبوالين ولا نسيت هالشي؟ حبيبتي بكون انشغلت ونسيت الموضوع، بس بكره بشتري لك اللي بدك اياه. اول ما نفيق الصبح رح اشتري لك كل البوالين اللي بدك اياه. ايه اكيد. لا تزعل ولا تصير لك كل الالوان اللي بتحبها. الاحمر والاصفر وشو ما بدك. ايه هذا اشتري لك كل الالوان. انا رح اشتري لك كل شيء منيح هيك بولخانو. خير حنيفه؟ والله انت اللي بتحدد اذا كان خير ولا شر. اختصري حنيفة، أنا مشغول. ميران تخلى عن انتقامه نهائيا. شو؟ ميران تخلى عن انتقامه نهائيا؟ هو وقف قدام عزيزة وقال لي تخليت عن انتقامي، هو عم يطلع بعيونه. شو رح يصير؟ شو رح نعمل؟ طيب اهدي انت، استني خبر مني.